يمكن انبسطت بفيديو جو حطاب وهو بالقطب الجنوبي قضى هنيك قرابة اليوم في أكثر الأماكن عزلة وبرودة. وحتى صاحبنا عمر فاروق اللي راح لهنيك ووثق تجربة مثيرة جدا. بس الفيديوهين بيثيروا أسئلة كثيرة. إذا في قارة جنوبية ماذا يوجد فيها؟ من يمتلكها؟ لماذا لا نستغل مواردها؟ لكن قبل ما نجاوب على هالأسئلة لازم نعرف إيش في بالقطب الجنوبي، فخلونا نمسك بطرف الخيط. إذا كنت بتهرب من حصة الجغرافيا لازم نتفق على شيء. القطب الشمالي ما في قارة، وإذا سمعت عن حدا راح للقطب الشمالي وجلس على يابسة فهذا لأنه ذهب إلى منطقة تقع في دائرة القطب الشمالي. هالأراضي هاي ممكن تكون أراضي روسية، كندية أو أمريكية أو دنماركية. إيه، غرينلاند تابعة للدنمارك. لكن القطب الجنوبي في خامس أكبر قارة في العالم، مساحتها أكثر من 13 مليون كيلومتر مربع، يعني أكبر من أوروبا وأستراليا. تم اكتشاف القارة قبل حوالي 200 سنة، ويعيش في القارة الحيتان والفقمات والكثير والكثير من البطاريق. 99% من القارة مغطى بالجليد، لهيك ما تستغرب أبداً إذا عرفت بأنه 90% من الجليد الموجود في العالم موجود في القارة. تخيل أن سماكة الثلج ممكن أن تصل في بعض المناطق إلى 5 كيلومتر. القطب الجنوبي هو القارة الوحيدة التي لا يوجد فيها أشجار أو حشائش بسبب البرودة الشديدة، فقط يوجد فيها نوعين من الطحالب الموجودة في بعض شواطئ القارة. أما درجة الحرارة في القارة فتختلف من منطقة لأخرى، مثلاً في المناطق الساحلية عادة ما تكون أقل برودة من المناطق الداخلية الباردة جداً، لدرجة أنه تم تسجيل فيها أقل درجة حرارة في كوكب الأرض في محطة فوستوك الروسية سالب 89. محطة؟ في بالقطب الجنوبي محطة؟ ولا مو محطة؟ أكثر من هيك بكتير. بحسب مجلس مديري البرامج الوطنية في القطب الجنوبي، يوجد في القطب الجنوبي 76 محطة أبحاث، 40 منها تعمل على مدار العام و36 الباقية تعمل في فصل الصيف فقط. هذه المحطات تابعة ل 30 دولة، كل هالدول وقعت اتفاقية القطب الجنوبي اللي رح نحكي عنها في فيديو آخر. هالمحطات تقوم بعمل أبحاث في مجالات مختلفة مثل العلوم البيولوجية، دراسات المناخ، الفضاء والفلك. بسبب موقع القارة اللي بيوفر مزايا عديدة للعلماء مثل صفاء السماء، ارتفاع الأرض، الرطوبة المنخفضة واستقرار الغلاف الجوي، لهيك ما تستغرب وجود العديد من التلسكوبات في القطب الجنوبي. ولو كنت من محبي العزلة فبنصحك كتير إنك تلتحق بشي برنامج بحثي مخصص للقطب الجنوبي وتروح لهنيك، لأنه عدد الأشخاص الموجودين على القارة على الأكثر ما رح يزيدوا عن 5000 شخص بالصيف وحوالي 1000 شخص بالشتاء. تخيل قارة بأكملها فيها أقل من 1000 شخص. لكن لازم أنبهك لأنه الإنترنت غير متوفر 24 ساعة هنيك، متوفر فقط خلال ساعات محددة وبسرعة بطيئة، لدرجة أنه الباحثين ما بيقدروا يرفعوا كل بيانات بحثهم، ولكن بيحفظوها في هاردسكات ولما بيرجعوا على بلدهم بياخدوها معهم. شكلك غيرت رأيك. ولو مالك مهتم بالبحث العلمي وحابب تروح للقطب الجنوبي مو مشكلة، بإمكانك تروح لهنيك سياحة. القطاع السياحي من أكثر القطاعات نمواً في القطب الجنوبي. بعد القارة وارتفاع تكلفة السياحة في القطب الجنوبي لم يشكل عائقاً أمام السياح المتحمسين لزيارة القارة، فقد وصل عدد السياح عام 2022-2023 إلى أكثر من 100,000 سائح. أغلب السياح يذهبون عبر السفن عن طريق تشيلي أو الأرجنتين مثل ما عمل عمر فاروق، لأنها الأقرب للقطب الجنوبي وبتاخد شي يومين في البحر. أغلب السياح يذهبوا لشبه جزيرة القارة القطبية والجزر المحيطة بها. وإذا تحمست للسفر للقطب الجنوبي ما تاكل هم، أنت لا تحتاج إلى فيزا للذهاب إلى هناك، لكنك للأسف ستحتاج إلى فيزا للسفر للدول القريبة من القطب الجنوبي مثل الأرجنتين أو تشيلي أو نيوزيلندا. تكلفة الرحلة وسطياً 10,000 دولار. خلي بالك أنه هالتكلفة تكلفة فقط الرحلة من مثلاً المدينة اللي رح تنطلق منها السفينة للقطب الجنوبي، هذا غير الطيران للأرجنتين والفنادق وغيره.
ولو قررت تعمل أمور مجنونة وغير محسوبة، لا تحلل الفلوس اللي دفعتها، خلي بالك أنك راح تكون ملزم بالعديد من الشروط والأنظمة، مثل أنك ما تزعج الحيوانات، ما تلمسهم وما تطعمهم وما تجيب أي حيوانات أو نباتات. لهيك وقبل ما تحط رجلك بالقارة بيتأكدوا أنك محامل أي شيء ممكن يضر بالبيئة، وممنوع أنك تترك أي شيء، فضلات، مخلفات، أعلام، وما تحاول تكتب اسمك على الحجر، وممنوع تأخذ معك أي شيء من هنيك مثل صخور، رمل، حرفياً أي شيء من هنيك. فيعني أنت ملزم باتباع كل التعليمات، وإذا شيطانك وزك لتعمل شيء غير مسموح به فرح تدفع غرامات مالية، أو في بعض الحالات السجن في الدولة التي تتبع لها الباخرة أو الرحلة التي خرجت منها. لو معك مبلغ السفر هل حتسافر للقطب الجنوبي؟ خبرنا بالتعليقات. وإذا شايف أنه رحلات سياحية كلام فاضي وبدك تخوض مغامرة حقيقية، ففي أمور غامضة جداً في القطب الجنوبي لم يكتشفها العلماء بعد، مثل وجود أهرامات قديمة جداً تدل على وجود حضارة غير معروفة كانت في القطب الجنوبي، أو أن الفضائيين بنوها. أيضاً وجود قواعد عسكرية سرية للنازيين لم تكتشف حتى الآن. لا 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 تتحمس، الصراحة ما في داعي تشغل بالك وتفكر في نظريات المؤامرة هاي، في أمور واقعية وأهم بكتير حنحكي عنها. شيلها من راسك. نأتي للنقطة الأهم في الفيديو، ثروات القطب الجنوبي. المحيط المتجمد الجنوبي أحد أغنى المحيطات بالثروات السمكية. يحتوي المحيط الجنوبي على كائنات بحرية بأعداد هائلة جداً وذات جدوى اقتصادية. تبلغ عوائد الصيد في مياه المحيط المتجمد الجنوبي أكثر من مليار دولار سنوياً. يعني إذا رحت لهنيك يمكن تلاقي لك سفن صيد، لأن الصيد في المحيط المتجمد الجنوبي مسموح لكنه منظم وخاضع لهيئة الحفاظ على الموارد البحرية الحية في القطب الجنوبي. مين المستفيد في الصيد من القطب الجنوبي؟ هل يحق لأي دولة الاستفادة من الموارد السمكية؟ ولا الأمر حكر على بعض الدول؟ هذا موضوع لحاله ممكن نحكي عنه في فيديو آخر. لكن الثروة السمكية مو الثروة الوحيدة الموجودة في القارة. يحتوي القطب الجنوبي على حوالي 70% من المياه العذبة في العالم، والموجودة على شكل جليد واللي ممكن إنها تلبي احتياجات 5 مليار شخص. لهيك فكرت العديد من الدول، منها المملكة العربية السعودية في السبعينيات، بجر جبال جليدية من القطب الجنوبي والاستفادة منها في حل أزمة الجفاف، لكن الخطط لم تنفذ لأسباب عديدة مثل ارتفاع التكلفة ووجود صعوبات تقنية. لكن حالياً في بعض الخبراء بيشوفوا أنه في المستقبل القريب ومع التطور التكنولوجي قد يصبح الأمر ممكناً. طيب في هالحالة عادي أي دولة تروح وتاخذ لها جبل جليدي؟ هي الجبال بتاعت حد؟ هل ممكن أن تتصارع الدول على الجليد لسد حاجة شعوبها من المياه؟ والأهم من هيك النفط والغاز والمعادن الموجودة في القطب الجنوبي. هناك تقديرات بوجود حوالي 19 مليار برميل من النفط وحوالي 100 تريليون قدم مربع من الغاز الطبيعي الموجودة في البحار المحيطة بالقطب الجنوبي. أيضاً هناك توقعات بوجود معادن مثل الرصاص، الزنك، القصدير، الفضة، الفحم، الذهب، اليورانيوم وغيرها من المعادن. لكن خلي بالك أنه الأمر مجرد توقعات، أو في أحسن الأحوال المعادن موجودة لكنها بتركيزات قليلة تجعلها غير مجدية اقتصادياً. يقول الخبراء أن هناك حاجة للمزيد من البيانات قبل الحديث عن إمكانية استخراج المعادن والنفط. طب ممكن تسأل ليش ما حدا بيستخرج المعادن والنفط في القطب الجنوبي؟ الأمر متعلق بعدة أسباب، منها أنه استخراج المعادن والنفط في القطب الجنوبي محظور، لكن الحظر يمكن أن يرفع في عام 2048. أيضاً هناك صعوبات لوجستية مثل بعد القارة وقسوة المناخ، وأيضاً ارتفاع تكلفة استخراج المعادن، الأمر الذي جعل الكثير من الخبراء يستبعدون فكرة التعدين حالياً. لكن على الطرف الآخر في خبراء آخرين بيشوفوا أنه في المستقبل ومع زيادة الطلب على الموارد وتغير المناخ في القطب الجنوبي ليكون أدفأ نوعاً ما، ممكن جداً أن تصبح فكرة استخراج الموارد من القطب الجنوبي واقعية. طب في هالحالة
هالموارد، موارد مين؟ مين الدول اللي حتاخد الموارد؟ هل ممكن أن تقسم الموارد على جميع البشر؟ أسئلة كتيرة حنحاول نجاوبها في الفيديو القادم إن شاء الله، لكن المهم هلأ إن نمسكنا بطرف الخيط. شكراً على المتابعة، ما تنسى الاشتراك بالقناة ومشاركة الفيديو مع أصحابك. إلى اللقاء.